عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أيها الحفل الكريم عشاق الأصالة والتراث، لا زالت تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا متواصلة من بريس الميادين ميدان الرقيعات. شكرا للجان المنظمة على أرضية هذا الميدان، على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوطا من أشواط الخير والبركة، شوطنا إذا الخامس الخاص بالأبكار المحليات الأصايل، مسافتنا هي 5 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع البداية، أذهب مع صدارة شواهين علي بن كلاويت بن عبود الدرع مرياتي على المقدمة، بينما المركز الثاني أيها الحفل الكريم شواهين عيسى بن متعب بن سعيد الكتبي من ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث ايها الحفل الكريم الوصول والتقدم في هذه اللحظات الضبي سليم بن حمد بن سالم الدرع، والمركز الرابع ايها الحفل الكريم التقدم في هذه اللحظات غند ملك محمد بن حامد بن حم بن حبروت من ياتي على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات الوصول والتقدم. فند من تقدم سالم بن مطر بن محمد الدرعي من ياتي على المركز الخامس. الله، هي الخمس المراكز. نعود إلى مجرى الشوطة، نعود إلى التحديات المثيرة وعلى الصدارة والقيادة الأولى. ما شاء الله تبارك الله، البداية والصدارة. إذن هنا نعود مع البداية مع شواهين عبيد بكليويت بن عبود الدرع من ياتي على المقدمة وعلى الصدارة. نعود مع البداية ومع الصدارة والقيادة شواهين، لا زالت مع المقدمة عبيدة بكلاويت بن عبود الدرعي، والمركز الثاني ضغوطات من قبل شواهين عيسى بن متعب بن سعيد الكتبي من ياتي على المركز الثاني والمركز الثالث أيها الحفل الكريم الضبي سليم بن حمد بن سالم الدرعي، بينما الوصول وأول نداء مياسة محمد بن حمد بن حميد الدرعي من ياتي على المركز المركز الرابع والمركز الخامس أيها الحفل الكريم. من الجانب الآخر اللي هي غند ملك محمد بن حامد بن حم بن حبروت من ياتي على المركز الخامس في هذا المسار، ولكن التدخلات من قبل
الشكل حمد بن حميد بن سالم الدرعي وايضا التدخلات القادمه في هذه اللحظات. الواصلة الشاهينية ملك احمد بن سالم بن سليمان الدرعي. الله يا سلام يا سلام، وين وصلنا وين وصلنا يا هذه الانطلاق. هنا اقتربنا من الكيلومتر الاخير. الله الله يا سلام، هنا الضبابة اثرت علينا شوي ما نشوف، اذا نتابع في هذا الانطلاق وفي هذه التحديات المثيرة الخطيرة المثيرة. يا سلام يا سلام، تابع هنا لا يحتل 1500 متر تسير مع هذه الانطلاقة. انطلقت شكله على المقدمة حمد بن حميد بن سالم الدرعي من ياتي على المقدمة، بينما المركز الثاني شواهين ملك عيسى بن متعب بن سعيد الكتبي يوصلهم، وايضا الوصول مياسة محمد بن حمد بن حميد الدرعي من ياتي على المركز الثالث. الله، والمركز الرابع من الجانب الاخر في هذه اللحظات. الله الله على هذا المسار الكبير التحديات المثيره. المركز الرابع اتضحت رؤيه الضبي ملك سليم بن حمد بن سالم الدرع من ياتي على المركز الرابع. الله يا سلام، انظر من اللي واصل من اللي قادم. وصلت مصيحه ملك ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي، تدخلت في هذه اللحظات اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير بقيادة الشكلة لا زالت مع البداية. الشكلة يا سلام، حمد بن حميد بن سالم الدرعي من ياتي على المقدمة وعلى الصدارة. الله 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 يا سلام، بينما تدخلات هنا الانطلاقة لا زالت شكلة مع المقدمة الامتار الأخيرة. الشكلة وايضا الظبي يا سلام، بدت المعركة عند 500 متر الأخيرة، وتدخلت أيضا مياسة محمد بن حمد بن حميد الدرعي. يا سلام يا سلام، هنا الانطلاقة، هنا التحديات مع الشكلة على البداية على المقدمة. حمد بن حميد بن سالم الدرعي لك التهاني ما شاء الله، أشعار مع الأول والثاني، بنقول تهانينا وناموس اللحظات الخطيرة. الشكلة وأيضا هنا مياسة، لكن خلاص الشكلة قفلت على الشوط. الله الله الله، المئة متر الأخيرة، المئة متر الخطيرة. سلامي وتحية واحترام لمالك الشكلة، تهانينا بنقول وناموس لمالك الشكلة حمد بن حميد بن سالم الدرعي. المركز الثاني مياسة حمد بن حميد الدرعي. المركز الثالث وصلت أيها الحظ كريم الضبي ملك سليم بن حمد بن سالم الدرعي. المركز الرابع وصلت أيها الحظ كريم صيحة ملك إبراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي. المركز الخامس فند ملك سالم بن مطر بن محمد الدرعي. نعود بالتهني والناموس، تهانينا والناموس. إذن والتوقيت الزمني 8:09 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشكلة حمد بن حميد بن سالم الدرعي.